سلمى، ورح نكون بمساحتنا الأولى لليوم وهي المساحة الطبية. رح نتعرف فيها على مشكلة صحية شائعة للعديد من الناس، الصدفية، مرض جلدي شائع يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد. نتيجة الصدفية تتراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشورا فضية وسميكة وطبقات مثيرة للحكة جافة وحمراء تسبب الألم احيانا. اليوم رح نتعرف شو السبب واهم الطرق للعلاج مع الدكتوره وهيبة سليمان، اختصاصيه في علاج الامراض الجلديه. صباح الخير دكتوره. صباح الخير. ورمضان كريم. كل سنه وانتم سالمين. انت سالمه يا رب. اهلا وسهلا فيك يا دكتوره. خلينا نبدا هلا، يمكن حكينا شوي بالمقدمه عن التعريف الشائع للصدفيه، نتعرف اكثر شو مسببات هذا إذا فينا نقول المرض. الصدف هو مرض التهابي مزمن، السبب فيه هو مرض مناعي ذاتي، يعني ما في سبب واضح له، بس عم يصير عندنا آلية مناعية مثله مثل كثير من الأمراض المناعية عم تخلي يصير، يعني استعداد شخصي بيكون ممكن أحيانا الوراثة إلى دور، عم يصير عملية مناعية لأنه الخلايا ما عم تتعرف مظبوط على حالها، مو أنه هو قلة مناعة، يعني أكيد مريض الصدف مو أكثر تعرض للأخماج وللأمراض والفيروسات، لا، بس عم يصير بالصدف أنه عم يصير الخلايا عم يصير عندنا عملية مناعية، عم تفرز وسائط مناعية عم تخلي هالخلية اللي لازم تنطرح خلال يومين ثلاثة من الطبقة القاعدية للبشرة، اللي احنا عندنا البشرة بتبدأ بالطبقة القاعدية بعدين بتتدرج بتروح النواة تدريجيا وخلص بتموت، بتصير الطبقة القرنية بيطلع غيرها. هالتجدد خلال يومين ثلاثة بيصير بالصدف، أما بالنسبة للبشرة العادية هي ممكن تحتاج أسبوعين ثلاث أسابيع لتوصل لهالمرحلة. فوقت عم يصير هالتجدد السريع عم تتراكم كل هالوسوف والخلايا على سطح الجلد، فعم يطلع معنا هالمرض اللي عم يتجلى بشكل بقع حمامية حمراء عليها قشور نتيجة لنا هالعملية اللي عم تصير. عم تتوضع ممكن توضع بأي مكان، بس أكثر شيء بتتوضع على المناطق اللي فيها رد، يعني مثلا الركبتين، المرفقين، ممكن يتوضع بالأظافر، صدف بالفروة، وأكثر شيء بيميزه هو التناظر. ليش عم يصير تناظر؟ عم نلاقي مثل بقع هون بقع هون، عادة إنه بصير تناظر مثل ما قلنا هو سببه ما في سبيل لأنه وقاية منه، بس بده يصير هو بيصيب 2-3% من السكان. طبعا هو ممكن يعني تزيد الاحتمالات او انه يزيد على وجود امراض ثانيه او التدخين، السمنه بيترافق مع ارتفاع التوتر الشرياني احيانا، مع السكري، الامراض المناعيه كلها، التهاب الامعاء. فهو مرض قائم بذاته مثل كثير من الامراض اللي هلا عم نشوفها بعصرنا وما عم نعرف شو هي سببها، بس نحن عم نعرف الاليات، عم نعرف شو المناعه اللي عم الظروف المناعيه والاليات اللي عم تصير. فلذلك هلا في كثير شيء حديث بالعلاج حسن كثير من وضع مرضى الصدف. نعم دكتوره، خلينا نحكي عن انواع الصدفيه وبماذا تختلف. هلا الصدف انواعه هو ممكن يصير اول شيء عند الاطفال وممكن يصير عند الكبار، اكثر عمر هو الشباب. عند الاطفال اكثر شيء بنشوفه الصدف النقطي، بنقوله هو نوع من الصدف مثل نقط صغيره حمراء مثل ما قلنا وبتقشر قشر ابيض، فهذا كثير بيرافق عدد من الالتهابات، المكورات العقديه بيجي ممكن بعد التهاب لوزات، التهاب بالعوم، فهذا الصدف النقطي، وعاده انذاره كثير جيد بيروح وممكن ما يرجع. الصدف العادي اللي بنشوفه اللي اعمار اكثر شيء اللي بنشوفها هي عند الشباب، الصدف اللويحي هو اللويحات اللي حكينا وين تتوضع، ممكن تتوضع باي مكان. الصدف اهم شيء انه ممكن يترافق باصابه بالمفاصل، خاصه لو تكون عندنا اصابه بالاظافر بالفروه، فلازم نبحث على اصابه المفاصل هي، لانه كل ما بكرنا بالعلاج، وهلا نشكر الله في علاجات كثير جيده انه بنمنع انه يتاكل المفصل، فكل ما بكرنا بالعلاج بيكون افضل. فمثل يعني ما قلنا الصدف هو يعني مرض مجموعي جهازي، مو انه هو بس جلدي مثل ما كنا نفكر، بيترافق مع امراض ثانيه، ممكن مع اضطرابات كمان الجلطات القلبيه كلها ممكن تكون. فالمريض الصدف بس يفوت لعنا على العياده نحن بدنا نتحرك اذا عنده شيء مرافق، واحيانا بتكون بس افات جلديه بنعالجها جلديا. طيب دكتوره، يعني امتى بنقول انه مرض الصدفيه اخذ الشكل الخطر، يعني صار في خطوره على المريض المصاب فيه؟ هلا الوقت يكون الصدف منتشر، بنقول له الصدف الاحمريه الصدفيه وقت ينتشر على كل الجسم فعلاجه صعب، واكيد الافضل انه نعالجه بالمشفى. وقت مثل ما قلنا اصابه المفاصل، اصابه المفاصل يعني اصعب من اصابه المفاصل، التهاب المفاصل الرسواني اللي هو كثير صعب، اصابه المفاصل بالصدف ممكن تكون اصعب وتصيب اي مفصل، فلذلك هي اصعب شيء.
وفي عندنا انواع اللي بتصيف بالراحتين والاخمصين كمان بتكون هي معنده على العلاج، وفي نوع اللي بيكون فيه البسرات الصدف البسري، فهدول هن اشد الانواع اصابه. اما عاده هو ممكن يجي بقى عبئتين كريمات بسيطه بيوصف الطبيب بيتحسن المريض. دكتوره خلينا نحكي عن اكثر الاشخاص عرضه للاصابه بالصدفيه، او الفئه العمريه كمان ممكن تتاثر بالصدفيه اكثر من غيرها. هلا نحن قلنا العمر هو اكثر شيء الشباب ممكن الشباب انه يصيبهم، بس ممكن يصيب اي عمر، ما في انه عامل انه اقول له انه هو السبب بالصدف، هي استعداد، والاستعداد الوراثي كثير، يعني وقت يكون انه في اصابه بالعائله وراثيه فالاحتمال اكيد اكثر، بس مو معناتها انه كل شخص عنده صدف اولاده رح يصير عنده صدف، او اذا ما في شيء بتاريخ العائله انه ما رح يصير، كل ما كان في اصابه اكثر بالعائله، لانه في عندنا انماط الهلعين مميزه لكل انسان، بيكون في انماط معينه عندهم استعداد للاصابه بالصدف اكثر. مثل ما قلنا ما في انه سبب انه انا وقايه تبعه، بس طبعا نحاول انه اللي بيزيده ممكن مثل ما قلنا السمنه، التدخين، الشده النفسيه، نحاول قدر الامكان يتعايش المريض مع المرض، لانه هو مرض مزمن، يعني نحن كل مرض بيضل اكثر من شهرين ثلاثه يعتبر مرض مزمن، فبنعتبره مثل باقي الامراض المزمنه، السكري، ارتفاع الضغط، يعني هو رح يتحسن، بس الصدف رح تتحسن الاعراض، بس ممكن احيانا ينكس، بس طبعا نقول له للمريض ممكن يطلع عند اي شخص باي لحظه، فبده يتعايش مع المرض، خاصه بشكله البسيط، يعني هو عاده ما بيحك، هو منظره شوي انه بداية المريض انه هالبقعه الحمراء اللي بضل بتقشر، لابس ثياب غامقه دائما القشور على جلده، فقدر الامكان نحن بالعلاجات كثير عم نوصل لمرحله انه الاعراض عم تختفي تماما، بس طبعا العلاج طويل وتحت اشراف الطبيب. نعم، يعني قبل ما ندخل شوي بالعلاج ومراحله وقديش بيقعد، بدي اسالك عن هل هو بيختلف عن مرض البهاق؟ في كثير ناس ممكن يكون عندهم هي الاسئله الشائعه، ومثل ما بيقولوا يختلف عليهم الموضوع، يفكروا انه هو شبيه فيه. هلا الصدف مثل ما قلنا شكله عباره عن بقعه حمراء كانها محطوطه حط، يعني تشخيصه كثير سهل ونادر، كثير نحتاج لخزعه او فحوص ثانيه لنعرف التشخيص، سريري التشخيص. بقعه حمراء عم تقشر هالقشر الابيض الكثير، اما البهق هو بس نقص لون، الجلد سليم تماما، بس عندنا ما في خلايا صباغيه بالجلد، عم نحس بقع بيضة ما عليها وسوف ما عليها قشور، اللي بيجمعوا انه هن الاثنين مرض مناعي ذاتي، يعني ممكن انه يصيروا بدون اي سبب، الوراثه ممكن انه تساعد انه الاحتمالات اكبر، اما هن ممكن يترافقوا، بس هو اكيد مو نفسه. دكتوره كونه حكينا انه الصدفيه هو مرض مزمن، يعتبر من الامراض المزمنه، خلينا نحكي عن المهيجات لهذا المرض اكثر. اهم شيء الرد، يعني نحن كثير في عندنا ظاهره الا ظاهره كوبنر بنشوفها بعدد من الامراض الجلديه الصدف وحتى بالتوليد وغير امراض الحساس المسطع، انه محل الرد ممكن يظهر افات صدفيه. فليش بيظهر مثلا هو على الكوعين وقت يحطوا ايديهم الطلاب او الشباب على الطاوله مقاعد. على اللي بيركعوا على ركبهم، فانه الرد ممكن يكون دور له، فلذلك دائما نطلب يلبسوا ثياب قطنيه، دائما نحط مطريات، نقي هالجلد ما نخليه كثير ناشف، لانه في كثير جفاف بيصير القشور كلها هي جافه، وقت صدف الفروه هو شائع كثير، واحيانا الصدف ما بيصيب غير الفروه، فوقت نحمم شعرنا ما نساوي هالرد وهالتفريك، لانه كل ما ساوينا رد بده يتحرض اكثر، ما نحك، هو عاده غير حاك، بس طبعا الحكه هي عرض شخصي، ممكن يصير في حكه، فدائما نطلب منه ممكن ناخذ مضادات الحكه، مضادات الهستامين، نطلب المريض قدر الامكان ما يحك حتى ما يزيد، فهي اهم مثيرات له، وقلنا الشده النفسيه، كل ما المريض تقبل المرض بيصير احسن علاجه، وحتى تطور المرض بيكون افضل. نعم. طيب دكتوره حكيتي عن العلاج وكيف بيختلف يمكن بين نوع ونوع، وخصوصا انه هو رح يبقى يعني عايش مع المريض، هل في انواع بتشفى؟ خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل العلاج. هلا هو متى ما صار صدف عند المريض انا ما فيني اضمن له انه ما عاد يرجع لك الصدف، بضمن انه ممكن ان احسن المريض ما تعود هي الاصابات، بس واحد ما انه المريض بده يضل مريض، يعني اي مرض نحن عندنا بالطب، الامراض المزمنه، السكري، الضغط، بس ما بتبين الاعراض، نحن المشكله الجلد انه دغري مبين الاصابه على الجلد، اما السكري ما راح يطيب، ارتفاع الضغط ما راح يطيب، بده يضل ياخذ الدواء القرحه كله، يعني بيخبي الاعراض، فنحن الصدف اشكال بسيطه احيانا ممكن يروح، يعني كمان المريض ما بده كثير يكتئب، لا ممكن يروح بدون اي علاج، ممكن يشوفه مره وما يعود يشوفه، بس يعني ما في ضمانه 100%، فنحن اهم شيء المطريات، دائما بدنا نحط لهم مطريات، بنبدا من حتى
المطريات العادية زيت الزيتون، ممكن أحيانا دهن فيه الفازلين، في كتير المطريات وحالات القرنين منشان قدر الإمكان نشيل هالطبقات اللي عم تراكمي. والعلاج الموضعي الأفضل هو طبعا الكورتيزون موضعي، وما منخاف منه إنه تأثيرات جانبية الكورتيزون الموضعي، لأنه يا دوب عم يقشر الجلد ما رح يتراكم هالكورتيزون. بس مننبه إنه الكورتيزون الجهازي سواء حب أو بالطريق العام ما بينعطى لمريض الصدف، لأنه ممكن يحسنه أول ما نعطيه، بس لحنا بنوقف الكورتيزون الصدف العادي البسيط اللي كان كامل ويحة على الجسم بده يصير أحمرية صدفية، وهي بحاجة لعلاجات كثيرة وإدخال للمشفى. متى ما صارت الأحمرية إلنا بإدخال للمشفى، بدنا ننتبه يعني مثل المريض كل جلده انكشف، مثل المريض المحروق بده يتعالج يعني تحت إشراف طبيب الداخلية والجلدية. والعلاجات بدها تكون، هلا بنحكي عنا العلاجات الجهازيه، اللي احنا قلنا اذا العلاجات الموضعيه مطريات، الكورتيزون الموضعي بننتبه ما نعطي كورتيزون بالطريق العام. بعدين بقى بننتقل للعلاجات الاقوى شوي، الاشعه فوق البنفسجيه. في كثير مرضى هو الصدف هلا حلاوته انه هلا بالصيف بيتحسن، انه الاشعه فوق البنفسجيه لحالها ممكن تحسن المرض بدون اي علاج، انه حتى ضمن المشفى بالاجهزه الشمس يعني تعرض للشمس. كثير مرضى بيستفيدوا، بالاول كانوا انه على البحر الميت واملاح البحر الميت، لا مو هي الاملاح هي المفيده، هي الاشعه فوق البنفسجيه، رغم انه في عندنا عدد قليل من الحالات انه من الصدف بالعكس ممكن انه يزيد بالشمس، بس نادره كثير، انه هدول بيتحسنوا بالعكس بالشتاء وبيزيدوا بالصيف، بس نادر. عاده الصدف هو من الامراض بتتحسن كثير بالشمس، فلذلك احد العلاجات هو العلاج بالاشعه فوق البنفسجيه، سواء البوفا مع محسسات ضيائيه بنعطي، وفي عندنا كثير اجهزه المعالجه اشعه فوق البنفسجيه الموضعيه، وقت يكون عندنا مثلا صدف راحي اخمصي او مناطق محدده، فالعلاج الموضعي بالاشعه فوق البنفسجيه. بننتقل للصدف اللي اكثر واشد فينا فيتامين ال حامضي، الجيل الاول منه الاسيتريتين يعني، فهذا كثير بيساعدنا طبعا اكيد تحت اشراف طبي. هو بيشبه كثير فيتامين ا الحامضي، بنعطيه بحب الشباب بجيل اخر منه، وننتبه لانه كمان منشان فتره انه بيضل بالجسم فتره، ما بيصير يصير حمل بعد ما نستخدمه لفتره معينه. ففيتامين ا الحامضي، في عندنا المثبطات المناعه كلها، مع انه هو مو ناقص بالمناعه بس اضطراب يعني، ممكن الميتوتريكسات الادويه اللي بنستخدمها احيانا بالاورام، في سايكلوسبورين، كلها هي ادويه كلها لها تاثيرات جانبيه كثير، فبدها تكون تحت اشراف طبي. الشيء الحلو الحديث هو احسن شيء هلا هو العلاج البيولوجي، الادويه البيولوجيه، ونشكر الله يعني هي متوفره بوزاره الصحه للحالات الشديده من الصدف، يعني هي كل جرعه ممكن تكلف بحدود المليون واكثر، وهي متوفره مجانا وزاره الصحه، بس طبعا اكيد ما بتنعطى غير للمريض اللي حالته كثير قويه، وكثير طريقه اعطائها سهل يعني، ممكن ناخذ ابره بالشهر مره، ممكن كل شهرين ثلاثه، وفي عندنا كذا دواء مناعي، احيانا مريض ما بيستجيب لدواء مناعي يعني اكثر من 10 ادويه صاروا، فممكن نبدله، ممكن نشاركه، ممكن نشارك مع ادويه ثانيه، الادويه البيولوجيه مع الادويه الثانيه. فكتير نحن بنطمن مرضى الصدف انه في علاجات، نحن بيهمنا هالمنظر الجلدي يروح باقل التاثيرات الجانبيه على الجسم. دكتوره، يمكن من اكثر الاعراض اللي بحس فيها مريض الصدفيه او المزعجه هي الحكه، خلينا نحكي عن موضوع الحكه، اذا شخص حك بعنف ممكن تتوسع المنطقه اكثر، ممكن يعدي منطقه ثانيه، وموضوع العدوى كثير مهم كونه نحن عم نحكي عن مرض جلدي. نحن كل الامراض المناعيه الذاتيه ما بتعدي، سواء الصدف، صدف او البهق او الثعلبه، كل هي العالم بيخافوا منها، لا هو منظره كثير الناس بيخافوا منه انه بيعدي، لا بنطمن. وكمان اذا حك منطقه او حك منطقه ثانيه، مو انه هو بيعدي بس عنده استعداد، نحن مثل ما قلنا انه الرد بيخلي تظهر الآفات، فقدر الإمكان نحن بدنا نخفف الحكي. هو عادة غير حاك الصدف، بس دائما الحكي عرض شخصي، في ناس بيحكوا كثير ما بيناموا من الحكي خاصة بالفروة، وإذا حكوا كثير ممكن يعني هو عادة ما له سبب لتساقط الإشعار أبدا الصدف، بس وقت عم يحكوا بقوة وعم يشيلوا هالقشرة ممكن تتأثر وقت الأجربة الشعرية. فدائما التعامل مع الآفات الصدفية بلطف، نحط المطريات، العلاج بوصفة الطبيب، وبيكون كافي إن شاء الله. أكيد. قبل ما نختم حديثنا سؤال سريعا، يعني خلال هي الفتره اللي عم نمر فيها وجائحه كورونا، كثير من الاشخاص طبعا بيضطروا انه نحن يوميا نستخدم المعقمات باشكالها المختلفه، هل استخدام المعقمات ممكن ياثر على مرضى الصدفيه؟ ايه اكيد بده يزيد لهم الجفاف، فنحن الشيء الحلو اللي تعلمناه من كورونا انه ما كثير هالتقارب، هالسلام بالايد، وانه دائما يعني بعد المسافات افضل، ايه خفف قدر الامكان، وخاصه المعقمات الكحول، فيعني اذا مريض بعيد عن الشخص طيب. المي والصابون كمان بتاثر، بس طبعا بده يغسل، يعني نحن وقت نكون بحاله وباء بدنا نستعمل
كل شيء مشان انه يصير. الحمد لله ما عندنا بسوريا حاله الوباء صارت، فبس دائما بده يحط مطريات، واهم شيء هو انه نحاول نبعد عنه قدر الامكان بانه ما نسلم على حدا، ما لنا مضطرين بالبيت، ما انه مضطر الواحد كل شوي يغسل، وقت يضطر بيغسل ممكن نحط صوابين تكون مطريه اساسا زيتي عند الضروره، معلش نغسل 20 ثانيه اذا اضطرينا، واما بالبيت وهيك غير عند الضروره يفضل دائما نغسل مره ونحط مطريات، واذا اضطرينا نحط مطري وكفوف، اذا اضطرينا عنا شغل بعدين دغري بنشلح الكفوف بنكبهم منشان قدر الامكان نخفف من المعقمات، وخاصه عند مرضى الصدف ومرضى الاكزيما كمان. بالختام بدنا نشكرك الدكتورة وهيبة سليمان اختصاصية في أمراض الجلدية، وحكينا مع حضرتك عن مرض الصدفية الأسباب والعلاج. شكرا كثير لكم. شكرا دكتورة. شكراً كتير.